السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتعلم في هذا الفيديو حديثنا عن كلمات الأكثر شيوعا وتسبب إرباكا لمتعلمي اللغة الإنجليزية عند الكتابة أو الحديث. لدينا 40 كلمة، نحاول في هذا الفيديو نتكلم عن 20 كلمة في الجزء الأول. في الجزء الثاني إن شاء الله نتابع بقية 20 كلمة بحيث يكون عندنا مقارنة بين كلمتين، بيكون عندنا 10 مقارنات 20 كلمة، والفيديو الآخر نفس الطريقة. تابع نهاية الفيديو مقارنات مهمة في الاستخدام في اللغة الإنجليزية. هذه الكلمات ممكن يكون الاختلاف باللفظ، أو بيكون اختلاف بحرف أو حرفين، أو يكون كلمتين مختلفتين، لكن يكون هناك إرباك أثناء الاستخدام ويكون استخدمها بشكل خاطئ. بالتالي أعرف كيف استخدمها أثناء الحديث أو الكتابة في الجملة الإنجليزية وأعرف موقعها بشكل صحيح. أول مجموعة نقارن بين accept، accept، لاحظ أ إي، accept، accept. أيضا لاحظ الكتابة A double C، لاحظ E X C، النهاية E P T، E P T. بس عندنا هنا C، أيضا C، الفرق C، هنا الفرق X، أيضا مكان هذا A، هنا بيكون عندنا E. إذن accept، accept، accept يقبل، بمعنى receive agree، receive يتلقى أو يستقبل، agree يوافق، إذن بمعنى يقبل. أحمد well accept the offer، يعني سيقبل أحمد العرض. عندما أترجم أبدأ من عند الفعل، الفعل هذا بيكون عندنا will والفعل accept. طبعا هذا مستقبل بسيط. أيضا متابعة ملاحظة، إذا كان عندنا الكلمة تبدأ بحرف صوتي عند إذن ذا، التعريف ذا نلفظها ذي. إذا كان بعدها حرف صوتي، يعني ذي بعدها أحد هذه الحروف الصوتية. الحروف الصوتية كما قلنا دائما هذا حرف الأو، عندنا حرف الأي، حرف الآي، اليو، وعندنا حرف الإي لسهولة اللفظ. إذا كان بعد حرف ساكن عند إذن نطقها ذا، ذا بوك. إذن accept بمعنى يقبل أو يوافق، accept لاحظ accept بمعنى باستثناء، إذن باستثناء أو ما عدا، بمعنى but، إذن accept بمعنى but. She liked all of the features of the building except the gate، يعني أحبت أو هي أحبت، لكن إحنا نقول هي أحبت، أحبت جميع مميزات features، مميزات البناء ما عدا البوابة، يعني أحبت كل شيء في البناء ما عدا البوابة لم تحبها. إذا لاحظ accept، accept.
لاحظ افكت افكت لاحظ ا اي افكت 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 تاتي فعل verb بمعنى influence يؤثر. اذا affect يؤثر، بينما effect تاتي اسم noun بمعنى تاثير. The result of an action. The result of an action يعني نتيجة حدث ما. إذا يكون effect تأثير، effect يؤثر، بمعنى influence the result of an action. مثال the storm will affect the windows. ستؤثر العاصفة على النوافذ. effect بمعنى تأثير اسم. the effects will be a cancellation of all meetings. ستكون التأثيرات إلغاء لجميع المقابلات أو الاجتماعات. لاحظ بعد will نستخدم be، دائما نستخدم مصدر أفعال الكون. أيضا عندنا the بعد حرف صوتي نلفظها the. The effects لاحظ effects جاءت بداية الجملة، أتت بداية الجملة فاعل، عندئذ بيكون اسم. بينما لاحظ effect جاءت بموقع فعل، لأنه يكون عندنا فاعل بعد مباشرة الفعل. لدينا المقارنة هذه already كلمتين، كل أو الجميع جاهز، كلمتين منفصلتين. already لاحظ نلفظها ككلمة واحدة already already. already هي عبارة عن phrase. phrase يعني عبارة، بمعنى completely، بمعنى completely ready يعني جاهزين بشكل تام. بينما already ظرف يعني adverb before now قبل الآن. إذن الجميع جاهز هنا بمعنى من قبل أو للتو يعني قبل فترة قصيرة. أحمد family is all ready for the party. عائلة أحمد جميعها جاهزة للحفلة. لاحظ كلمتين منفصلتين، بينما already كلمة واحدة. The man already has the studio set up يعني الرجل من قبل نصب الاستوديو أو جهز الاستوديو. إذا لاحظ already adverb ظرف جاء قبل الفعل، بينما already لاحظ بعد الفعل لأنه هي phrase إذن عبارة. أيضا عندنا all right نهجئها دائما ككلمتين منفصلتين عن بعض. Is it all right if I go to Ahmed's farm؟ يعني هل من الحسن إذا أذهب إلى مزرعة أحمد؟
إذا هل من الحسن إذا أذهب إلى مزرعة؟ إذا alright، هل من المستحسن أو الحسن؟ لاحظ أحمد فارم، إذا نسميها بوستروفي إس، يعني إس الملكية، أحمد فارم يعني مزرعة أحمد. لدينا بارو لند، بارو بمعنى يستعير يستقرض بشكل مؤقت، to take something for later return، يعني تأخذ شيء مؤقت أو بشكل مؤقت لتعيده لاحقا. lend بمعنى يعير أو يقرض، to give something لتعطي شيء ما بشكل مؤقت. إذا to take إذا لتأخذ شيء أو تستعير شيء، lend بمعنى لتعطي شيء. his friend asked if he could borrow my new story، إذن سأل صديقه فيما إذا بإمكانه أن يستعير قصتي الجديدة. I will lend it to him this week، سأعيره أو سأقرضه إياها هذا الأسبوع. إذن الكلمتين فعل، إذا موقعهم بالجملة كفعل وأيضا عكس بعض، opposite of. bring take، bring action toward or with the speaker، يعني حدث لي أو بي المتكلم أو باتجاه المتكلم، بمعنى يحضر أو يجلب. take an action away from the speaker، يعني حدث بعيد عن المتكلم، بمعنى يأخذ. bring a chair to class، يعني احضر أو أجلب كرسي للصف. take your jacket to the fitting room، يعني خذ سترتك لغرفة القياس. لاحظ bring يحضر يعني باتجاه المتكلم أو المتلقي، يعني متكلم، toward the speaker. take an action away يعني شيء بعيد عن المتكلم، والكلمتين عكس بعض، bring عكس take. capital capital، لاحظ عندنا حرف A حرف O. capital refers to a city، إذن يشير إلى أو يعود لي مدينة بمعنى عاصمة. capital capital مبنى حكومي. capital Tokyo is the capital of Japan، إذن طوكيو هي عاصمة اليابان. the reporters gathered in front of the capital building، يتجمع المراسلين أو الصحفيين أمام المبنى الحكومي. capital مبنى حكومي، capital عاصمة، الفرق A O. لاحظ desert desert، desert صحراء، لاحظ S وحدة هنا دبل S، desert بمعنى صحراء، desert حلوى. a hot dry area of land يعني منطقة جافة وحارة من الأرض. the cat rested on a rock in the desert، يعني استراحت القطة على صخرة في الصحراء.
ديزرت a sweet treat بمعنى حلوى. For dessert بالنسبة للحلوى we had some biscuits تناولنا بعض البسكوت. Desert dessert. Fewer less fewer بمعنى بضع less أقل. Refer to nouns that be counted يعني يشير الأسماء اللي تكون معدودة يعني مع الأسماء المعدودة. Less nouns that are not counted الأسماء الغير معدودة. Fewer people affected him بضع من الناس أثروا عليه. Less space was needed on the desk واحتيج مكان أقل على المقعد. إذا less مع الأسماء ليست معدودة. Fewer بضع مع الأسماء المعدودة. Good well good بمعنى جيد دائما تأتي صفر بعد فعل الكون إذا صفر. أحمد is a good student يعني أحمد طالب جيد. إذا good هنا صفر بعد فعل الكون. Well حالتين يا اما تكون adjective صفة بمعنى حسنا او حسن. He doesn't feel well in the morning اذا لا يشعر بشكل حسن او بشكل جيد في الصباح. اذا هذه صفة ممكن doesn't feel او نكتب isn't well. إذا نحذف doesn't feel نستبدلها ب isn't. He isn't well in the morning. أو تأتي adverb ظرف بشكل حسن تأتي وين في نهاية الجملة لتصف الحدث أو الفعل. He does his job well يعني يقوم بواجبه بشكل حسن. إذا good دائما صفة well بتكون صفة وظرف. لدينا it's its الفرق بيناتهم في عندنا apostrophe هي اختصار ل it is بمعنى انه يكون. لاحظ it's time to take it to the sea اذا حان الوقت لتاخذه الى البحر. it's time to take it to the sea. it's possessive pronoun ضمير ملكي. its tail is long ذيله طويل. إذا لاحظ it's هي اختصار ل it is. it's ضمير ملكي. إذا it's possessive adjective صفة ملكية. it's هي اختصار ل it is. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم. أخذنا فيه 10 مقارنات بين زوجين من الكلمات يعني 20 كلمة تحدثنا فيها عن الفرق في التهجئة أو في اللفظ بينهما وكيف استخدمهم في الجملة في اللغة الإنجليزية. نتابع إن شاء الله في الفيديو القادم حديثنا عن الجزء الثاني عن المجموعة الثانية أيضا نأخذ 20 كلمة. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.